ولد الفقيد أحمد بوستيلة في الثامن أوت من عام أربعة وأربعين تسعمائة وألف في أسرة متواضعة بنواحي دائرة عين مليلة ولاية أم البواقي أين نشأ وتربى في كتاتيبها تلقى الفقيد تكوينا مدنيا وعسكريا في الداخل والخارج فتحصل على شهادة الليسانس في الحقوق ليتحصل بعدها على شهادة عليا درجة ثانية في علم الإجرام من معهد باريس بفرنسا هذا التكوين الاكاديمي والعسكري سمح له بتقلد مناصب في الدرك الوطني بدايه من عام 669000 كقائد كتيبه اقليميه للدرك الوطني ليتدرج بعدها في سلم المناصب العسكريه ودائما في سلاح الدرك من قائد جهوي الى قائد اركان مرورا بملحق عسكري بالصين هذا المسار الطويل والحافل كلل بترقيته الى رتبه لواء سنة 2000 ثم إلى رتبة فريق في الخامس جويلية 2015 ليحال بعدها بشهور ومن نفس السنة على التقاعد. قلد الفقيد عدة أوسمة بداية من الوسام العسكري إلى وسام الشرف ويبقى أسمى وسام خدمة الوطن فرحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.